تعرفون جميعا كيف حصل تأسيس هذه الحكومة والظروف التي أتت بها. أتت بظروف صعبة ومعقدة، حراك اجتماعي، شباب تطالب بالإصلاح بالنظام السياسي وتبحث عن فرصة للأمل للمستقبل، مع انهيار أسعار النفط ووباء كورونا كان في أقصى درجاته، مع وضع أمني معقد جدا. جاءت الحكومة، نعم أكو مشكلة سياسية، أكو انسداد سياسي وعندنا ظروف صعبة، ولكن هاي عملية الديمقراطية الفتية دائما تمر بأزمات وبمراحل معقدة في التأسيس، ولكن هذا لا يعني نقبل بالظروف الحالية وبالانسداد السياسي. قبل أيام سمعتوا كان أكو خلل حقيقي في وزارة التربية، موضوع تسريب الأسئلة. فطلبت من جهاز الأمن الوطني أن يكون عضو بلجنة تحقيقية، والحمد لله والشكر ألقينا القبض على 5 أشخاص الآن موجودين بالسجن. بعد أيام سوف نضع حجر أساس لبناء أول 1000 مدرسة ضمن الاتفاقية الصينية العراقية. نعمل على زيادة الطاقة الكهربائية وإيجاد بدائل. من غير معقول تبني محطات تعتمد على الغاز وانت ما عندك غاز، ولهذا غيرنا اسم الوزارة إلى وزارة الكهرباء والطاقة البديلة. سوف نذهب إلى الطاقة البديلة، الطاقة الشمسية، وكذلك المحطات الحرارية، وكذلك الربط مع دول الجوار. اليوم العراق أصبح محطة أو نقطة التقاء لكثير من الدول. اليوم استعادنا علاقات العراق مع كثير من دول المنطقة ودول العالم، واليوم تقارير البنك الدولي وصندوق النقد كلها تبين أن العراق في بدايات الدول الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، وحتى في المراتب الأولى في النمو في العالم.